إن شاء الله النهاردة هنبدأ المحاضرة رقم 3. المفروض دي آخر محاضرة تبقى في المراجعة لو ما كانش النهاردة موعد رمضان يعني، بس غالبا هنشيل منها موضوع كده ملحوظة في الآخر هنديه المحاضرة اللي جاية إن شاء الله عشان المحاضرة تبقى أقصر شوية. طيب النهاردة هنتكلم عن إيه؟ إحنا آخر حاجة اتكلمنا عنها كنا بنتكلم عن الميثود، بنكمل دلوقتي ملحوظة على الميثود اسمها ريكيرسيف ميثودز، وهنختم الكلام عن الميثود بكلام غالبا بيتقال في أول محاضرة اللي هو إزاي تحسب الدوال الرياضية زي الساين والكوزاين والحاجات دي. ملحوظة ممكن تبقى سريعة 5 دقايق كده، إزاي بتكتبها إزاي هنا عندنا ساين وكوزاين والإكسبونينشال واللوس والتقريب والحاجات دي كلها غالبا بتبقى في أول محاضرة مع الكلام بتاع الفاريبلز والحاجات دي، إحنا أجلناها عشان نقول إن هي ميثود يعني. وبعد كده هنبدأ نراجع على الأريز اللي هي الـ 1D array والـ 2D array. طيب فبداية احنا بنتكلم عن حاجة اسمها recursive function. recursive function في C، recursive method هنا في الجافا، او recursion اسمه recursion برضو ايا كان اسمه يعمل ازاي. كانت موجودة في C برضو، مش عارف انتوا اخدتوا عنها فكرة لا. هي بتتكلم بصفة عامة او بكل بساطة انه الميثود ممكن تنادي نفسها. يعني ايه؟ يعني خلينا ناخد مثال. افترض انت بتعمل برنامج يحسب الفاكتوريال. قبل ما نتكلم عن الحتة بتاعت الريكيرجن دي، ممكن نحسبها ازاي بغض النظر عن الموجود هنا؟ حد ممكن يقترح عليا حاجة؟ يعني لما اقول لك هاتي الفاكتوريال بتاع 5 مثلا تحسبه ازاي؟ هو الفاكتوريال ده يعني ايه؟ رياضيا معناه مضروب صح؟ يعني مضروب الخمسة ده اللي هو 5 في 4 في 3 في 2 في 1 صح كده؟ فده شبه الاكزامبل بتاع الصم اللي احنا اخدناه في الاول. سهل، ممكن اقول لك هاتي مجموع الارقام من 1 لحد 100، فانت لو جيت تقلبها وتخليها مثلا مضروب الارقام من 1 لحد 5 ما تمشيش. يعني بدل ما كنت تقول له صم بتساوي صم زائد اي، كنت ممكن تقول له صم بتساوي او مثلا خليها برودكت، اسم برودكت تساوي برودكت في اي، ما تمشيش حاجه زي كده. انت برضو يتعمل لوب وتضربهم في بعض، ممكن حاجه زي كده صح؟ ده حل ضمن الحلول. وفي حل تاني بيتكلم انه خلينا نتكلم بقى رياضيا. لما كنت اجي اقول لك انه مضروب الخمسة بيساوي 5 في 4 في 3 في 2 في 1، فكان في علاقه في الفاكتوريال بتقول انه مضروب ال ان هو ال ان في مضروب ان ماينس 1، اللي هي مثلا مضروب 5 بتساوي 5 في مضروب 4. لو انت جبت كبير مضروب 4 هتلاقيها 4 في 3 في 2 في 1 صح كده؟ وهكذا برضو مضروب 4 بتساوي 4 في مضروب 3، 3 بتساوي 3 في مضروب 2 وهكذا. فبصفه عامه انت ممكن تمشي في السيريز دي وهكذا وهكذا لحد ما توصل للصفر. مضروب الصفر لا مفيش حاجه اسمها بقى اللي هو ايه بتساوي صفر في مضروب سالب، مفيش الكلام ده لانه مفيش حاجه اسمها مضروب سالب، فبتقول مضروب الصفر على طول بواحد. تمام كده؟ ففي حد جه قال لك ايه المانع ان انا اجي اكتب فانكشن تحسب الفاكتوريال؟ عملت فاريبل اسمه اف مثلا، عملته لونج لان الفاكتوريال غالبا تضرب ارقام في بعضها فغالبا القيمه بتكبر يعني، فانت جاي بتجيب مثلا مضروب ال 12 مثلا او تلاقي ارقام كبيره شويه فعملناها لونج وبتطبع. فلونج دي المفروض ان في هنا ميثود اسمها فاكتوريال تجيب لي الفاكتوريال ده. فالقصه كلها مبنيه على العلاقه دي. انا قلت انه فاكتوريال ان بيساوي ان في فاكتوريال ان ماينس 1، فانا عايز اكتب فانكشن بتقول بابليك ستاتيك زي ما احنا قلنا كده هنفهمها ان شاء الله المحاضره الجايه واللي بعدها، لونج لان هي بتريترن لونج بتحسب فاكتوريال فبتريترن قيمه نوعها لونج صح كده، وبتاخد رقم 4 5 3 مش عارف ايه، فهو رقم انتجر عادي. فانا عايز اقول لها بكل بساطه ريترن ان فاكتوريال ان ماينس 1، فالداله بتنادي مين؟ بتنادي نفسها تاني. ده اللي اسمه ريكيرش. هل اقدر ان انا جوه ميثود انادي ميثود ثانيه؟ انادي نفس الميثود؟ برضه مفيش مشكله، بس تاخد بالك بقى في الريكيرجن ان انت ما تقعش في اللوب، لانه الريكيرجن خطر، ممكن تلاقي الموضوع فرط منك وانت مش واخد بالك. ليه؟ هو كده لما يجي يقول له فاكتوريال في ان ماينس 1 يعمل ايه؟ هنادي الميثود دي تاني صح كده؟ يعني مثلا افترض انه الان دلوقتي بتساوي 4، هناديها عند فاكتوريال اوف 3. دلوقتي احنا عندنا 2 ميثود، واحده مستنيه بتاعت ال 4 وواحده دلوقتي شغاله بتاعت ال 3، وبعدين بتاعت ال 3 دي هتنادي واحده كمان اللي هي بتاعت ال 2، وبعدين بتاعت ال 2 هتنادي كمان واحده اللي هي بتاعت الايه؟ ال 1. طب انا هقف لحد فين؟ بتاعت الصفر، بتاعت السالب 1، بتاع بتاع بتاع، فانا هقف فين؟ ده السؤال اللي احنا نسأله. فالريكيرجن انت لو سبته هيدخلك في الدوامه مش هتطلع منها، فانت لازم تحط ستوبنج كرايتيريا توقفه، تقول له مثلا والله لما توصل لحد الصفر رجع لي واحد بس كده. فانا عايز اقول له مثلا وليكن اف الان بتساوي صفر رجع واحد، الس رجع الفاكتوريال ده صح كده؟ فلو احنا مشينا معاها خطوه خطوه كده، ده الفاكتوريال اوف 4 دي اول ميثود تنادي خالص اللي هي هنا كده، انا كده ناديت فاكتوريال اوف 4، دخل على الميثود دي ان بتساوي 4 دلوقتي، فهي دلوقتي موجوده في الميموري بالشكل ده ان بتساوي 4. كويس، جه يعملها عمل ريتيرن 4 فاكتوريال 3، يبقى انا جيت ناديت فانكشن ثاني كده عندي 2 فانكشن، دي واقفه اهي ودي شغاله دلوقتي. لما جت دي تشتغل عملت ريتيرن 3 فاكتوريال ايه؟ 2. يبقى انا دلوقتي عندي 3 فانكشنز دول واقفين اهوت ودي المفروض ان هي شغاله. دول 3 فانكشنز اوريدي من الفاكتوريال موجودين في الميموري دلوقتي مستنيين، وبعدين تقول له ريتيرن 2 في فاكتوريال 1، وبعدين ريتيرن 1
في فاكتوريال صفر. فلازم هنا اقف بقى لان ما ينفعش ان انا اجيب فاكتوريال ماينس 1 مظبوط كده. فعشان كده بعمل ايه؟ بقول له اف ان تساوي تساوي صفر ريتيرن 1 ايلس ريتيرن. الكلام ده يبقى ده اللي بنسميه الستوبنج كرايتيريا او الستوبنج كونديشن. ده اللي بيوقف الريكيرجن. لو انت فتحت داله ريكيرسيف بتنادي نفسها يعني ريكيرسيف الميثود فوق اهيت وجواها اسمها بتنادي جواها. فانت لو فتحت داله ريكيرسيف او بصيت عليها من غير ما تلاقي الشكل دوت غالبا انت بتشك ان في مشاكل. جايز يكون الكونديشن ده محطوط بشكل تاني ولكن غالبا الشكل العام بتاع ريكيرسيف فانكشن بيكون حاجه زي كده. بيكون اف ستوبنج كرايتيريا ايه اللي يعمل الحاجات كتير بقى اللي انت عايز تعملها. تمام، هنشوف كمان مثال كمان شويه. فده الستوبنج كرايتيريا. فهاجي في اللحظه دي بقى ايه ده كده مش هتنادي فانكشن تاني، مش هتعمل ريكيرجن، دي هتريتيرن 1. فالوان ده رجع لدي، دول كلهم مستنيين ودي هي اللي اتحسبت خلاص. تعمل لها ريتيرن بكام؟ يعني هنا كده فين؟ هنا كده عمل ريتيرن 1. احنا كنا قلنا في اخر الفيديو اللي فات ان انت ممكن تلاقي في الميثود كذا ريتيرن صح؟ اول ريتيرن هتتنفذ هي الريتيرن اللي هيقف عندها التنفيذ. فانا قلت له اف ان بتساوي صفر ريتيرن 1. في اللقطه دي التنفيذ وقف وكل اللي تحت ملوش لازمه، فعمل ريتيرن 1. فبقت هنا ايه؟ في 1 هنا كده. ال1 دي تعوض عنها هنا يبقى 1 في 1 ب1. خلي بالك في هنا ستيب صراحه، ستيب 2 ستيب 3 ستيب 4 5 وهكذا. 1 في 1 ب1 وبعدين ال1 ده كله يطلع يتحط هنا يبقى 2 في 1 ب2. ال2 في 1 ده كله خلي بالك دلوقتي بدات اقفل بقى، كل اللي انا فتحته ده عمال اقفله اهو. دي خلصت كده بقت 1 2 في 1 ب2 تطلع هنا 3 في 2 ب6 4 في 6 ب24. يبقى الفاكتوريال اللي في البدايه خالص بقت قيمتها دلوقتي 24. يبقى دي الريتيرن فاليو ودي اللي هي قيمه الطبع على الشاشه. مفهومه؟ ملحوظه ظريفه بس محتاجه شويه تخيل يعني. طيب مثال تاني عشان برضو الدنيا تظبط. والكلام ده على فكره يعني مش جاد، انا لسه بدات مثلا في الاوبجكت اورينتد، ملوش علاقه بالاوبجكت اورينتد، ده كان موجود في السي وموجود في لغات برمجه كتير يعني. اتعلم الكونسبت هنا واشتغل بيه في اي حته تانية. طيب اكزامبل تاني بنتكلم على الفيبوناتشي نمبرز. دي سلسله من الارقام مشهوره جدا في الرياضه وبيستخدموها الناس بتوع ديزاين كتير. هي ليها نسبه كده موجوده في الطبيعه وبيستخدموها في الديزاين بتدي اشكال ظريفه يعني بيسموها الجولدن ريشيو. المهم ده موضوع كبير يعني في نسب كده معينه بتدي منظر جمالي ظريف وله ابلكيشنز كتيره ثانيه. فيبوناتشي سيريز. سيريز دي يعني حاجه زي الايفن نمبر سيريز او الاود نمبر سيريز اللي هو مثلا 2 4 6 8 مش عارف ايه. سيريز دي معناها ارقام في علاقه ما بينها، لما اجي اقول لك مثلا 2 4 8 16 12 فتعرف ان دي 2 اس حاجه 2 اس حاجه 2 اس حاجه وهكذا صح كده. الايفن نمبر بتضيف 2 على اللي قبلك اللي هو الكلام بتاع اسئله الذكاء والمتفوقين والكلام ده كله اللي هو ايه اكمل بنفس التسلسل. مش عارف خدتوها ولا اتلغت من عليكم ايام الرياضه. هي حاجه بالشكل ده في ماشي سيريز بالشكل ده كده 0 1 1 2 3 5 8. فيبوناتشي سيريز بكل بساطه بيقول لك ابدا بصفر واحد دول الثابتين وبعدين كل رقم جاي بعد كده هو مجموع الرقمين اللي قبله. دول 2 مجموع الرقمين اللي قبله. لو انت عايز تجيب اللي بعد كده ديور كده يديك 3، اللي بعد كده 2 و3 5 وهكذا وهكذا، اللي بعد كده مثلا هيبقى ايه 13 وهكذا. فاحنا دلوقتي لما اجي اقول لك هات لي فيبوناتشي نمبر رقم 5 فادي مثلا 0 1 2 3 4 5 يبقى قيمته 5. رقم 6 تقول لي رقمته ايه 8. فانا عايز اكتب ميثود دلوقتي ابعت لك رقم يعبر عن الاندكس بتاع رقم معين انا عايزه من السيريز دي وتعمل له ريتيرن تحسبه وتطلعه لي. فلما اجي اقول لك مثلا هات لي الفيبوناتشي نمبر رقم 6 تقول لي 8، 7 تقول لي 13. كويس، فده اللي احنا عايزين نكتب الفانكشن على اساسه. فبناخد بالنا انه الاتي انه فيبوناتشي نمبر اوف 6 هو الفيبوناتشي نمبر اوف 5 بلس الفيبوناتشي نمبر اوف 4. يعني الفيبوناتشي نمبر اوف ده 6 5 4 مظبوط كده. فالخمسه دي عشان تتحسب ليها حسب، دي هتنادي دي ودي صح كده، والثلاثه دي عشان تتحسب هتنادي دي ودي صح كده، وكل كولينج منهم هينادي اللي قبله الاثنين اللي قبله وهكذا وهكذا. طبعا ممكن تعملها بطريقه ثانيه برضو، ممكن تفكر فيها بتستخدم لوس بطريقه ثانيه او بس احنا بنتكلم في نطاق الريكيرجن. تمام، فده اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي. خليك معايا كده، في هنا ارقام صفر دي الستيب رقم 0، انا عايز اجيب الفيبوناتشي نمبر رقم 4. فهتنادي تو ميثودز، الميثود باستخدام 3 والميثود نفس الميثود باستخدام 2. فالفيبوناتشي نمبر هتنادي نفسها مرتين، مش شرط تنادي نفسها مره واحده، ممكن تنادي نفسها مرات كتيره. لا دلوقتي بس مش في نفس الوقت، في بلاتفورمز ثانيه ممكن تسمح ان هم يشتغلوا في نفس الوقت. دي شغل بقى البارل بروسيسنج قصه ثانيه، انا دلوقتي اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي لا. تمام، طيب ف
ده أول واحدة خطوة واحدة اهو، يبقى دي واقفة كده وعندي اتنين بينادوا، فأبدأ باليمين، اليمين دي هتبدأ تحصل لها evaluation ودي واقفة، دي ما جتش ناحيتها أصلا بس ما عرفش بتتكلم عن إيه أساسا. فناديت دي أو الخطوة دي بعد كده قالت لي أنا عايزة فيوناتشي 2 و1، دي ما ظهرتش لسه في الميموري حتى هذه اللحظة، ودي اللي أنا بعمل لها execution دلوقتي، فتنادي 1 و0. يبقى دلوقتي لازم أحط السب كرايتيريا بتقول إنه أول رقم وتاني رقم 0 و1، اللي هو الاندكس رقم 0 في القيمه 0 والاندكس رقم 1 في القيمه 1. ففي حاله ده كده هي ريتيرن ايه ال1 ويرجع تاني، ودي كده ريتيرن ال0 وترجع تاني، يبقى ايه 1 بلس 0 يتجمعوا يرجعوا هنا، وبعدين دي بقى تنادي 1 لوحدها فمش هتعمل اي ريكيرجن على طول، وهكذا 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 تمشي بقى كل السكه دي كلها لحد ما تحسب. اكملها ولا انا بحكي في المحكي؟ اكملها تاني. طيب فيجي معانا بقى البرنامج بهذا الشكل، فانا بقول له هو اف ان تساوي 0، يعني المفروض كنت اقول له مثلا اف ان بتساوي 0 ريتيرن 0، اف ان بتساوي 1 ريتيرن 1، اللي هم اول رقمين فضمتهم مع بعض كده وقلت له لو ان بتساوي 0 او ان بتساوي 1 ريتيرن ان، لان لو 0 بريتيرن 0 لو 1 بريتيرن 1 فضمتهم مع بعض هنا، else ريتيرن فيبوناتشي ان ماينس 1 والفيبوناتشي ان ماينس 2، يطلع معاك الاوتبوت بيساوي 3 لو انت عملت فيبوناتشي اللي هي رقم 4.